إذا قيل لي ستموت هنا في المساء، فماذا ستفعل فيما تبقى من الوقت؟ أنظر في ساعة اليد، أشرب كأس عصير وأقدم تفاحة، وأطيل التأمل في نملة وجدت رزقها، ثم أنظر في ساعة اليد، ما زال ثمة وقت لأحلق ذقني وأغطس في الماء، أهجس. لا بد من زينة للكتابة، فليكن الثوب أزرق. أجلس حتى الظهيرة حيا إلى مكتبي، لا أرى أثر اللون في الكلمات، بياض بياض بياض. أعد غدائي الأخير، أصب النبيذ بكأسين لي ولمن سوف يأتي إلى موعده، ثم آخذ قيلولة بين حلمين، لكن صوت شخيري سيوقظني. ثم أنظر في ساعة اليد، ما زال ثمة وقت لأقرأ. أقرأ فصلا لدانتي ونصف معلقة، وأرى كيف تذهب مني حياتي إلى الآخرين، ولا أتساءل عمن سيملأ نقصانها. هكذا هكذا. ثم ماذا؟ أمشط شعري وأرمي القصيدة، هذه القصيدة، في سلة المهملات، وألبس أحدث قمصان إيطاليا، وأشيع نفسي بحاشية من كمنجات إسبانيا، ثم أمشي إلى المقبرة. Thank you.